يا ذي بندنها، وين هي ذيك اللي حاطين لي اياها؟ وين هذه؟ شوف 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 هذه، شوف اي شوف حركات. ها اي شوف، على اخر الزمن ابو بدر قام يبندنها. ها اي شوف، زمن عجيب. ها يلا محمد العنزي، نرجع مره ثانيه سؤال المشاهد. ها محمد العنزي، محمد العنزي، كان النصر يحتاج ابو بدر، ابو بدر كان يحتاج النصر هذا الفوز معنوي، هي لا تتعدى كونها 3 نقاط. اليوم النصر سير المباراة بشكل جيد، استحق النقاط الثلاث بدون خرقة، بدون استفزاز، بدون أي شيء. ولكن لو سمحت لي أبو بدر، طالما أنه في بداية الحلقة زج باسمي في فاصل التنفيس، لو أرد بس بثانية يعني. تفضل ثانيتين. أنا أقدر حالة الأخ سامي جداً. أنه يعني بعد مباراة العصر في عصر، ولا بد من فاصل التنفيذ هذا، وقدر هذه الحالة. لكن أنا اللي لا أقدره، يعني من حق سامي يقول أي رأي، وعلى عيني وراسي، أحترم رأي وأخ وعزيز، ولكن لما يكذب على لساني، وشوف أنا تعمدت أقول هذه الكلمة ويتجنى علي، أنا لازم أرد وأقول له يا سامي بإمكانك تطرح معلومتك بدون ما هذا. كذب في إيش؟ أنا باركت للهلاليين في تويتر، وباركت للهلاليين بالطاولة اللي عندك وكان هو موجود. أنا هنا ناقد، ماني مشجع. هذه نقطة. النقطة الثانية، طالما أنك تحدثت عن البندنة، في مقطع جميل للعزيز سامي وهو في سيارته متداول الفترة الأخيرة ومعلق على المراية شال الهلال، أعتقد أنه الليلة ليلة خميس يبندنها بشعار الهلال اللي على مرايته. يا سلام يا سلام، الله الله الله. هذا لا فاصل، أنه كلمة كذب يعني. أنت دائما يعني المسلم حق على المسلم انه يعني اللي قاله صدق ولا مو صدق؟ انا ما اتذكر والله. لا اللي قاله صدق والله العظيم ما اتذكر، عرفت؟ ما بعد ما شفت تغريدته. انا ما اتذكر. لا هو يتكلم انه على الطاوله، على الطاوله وتغريده. شفتها ولا ما شفتها؟ والله ما شفتها. تدري ليش؟ لحظه اقول وقف هنا، اقول صلي على محمد، صلي على محمد. طيب انت ليش متوتر؟ اللهم صل على سيدنا محمد. عرفت يعني؟ لا تبغاني اسوي حركتك واحط المايك وامشي وازعل واقلب وجهي؟ معصور انا عشان انا انا ما اقلب وجهي، معصور انا عشان اتوتر. طيب سؤال الحين مباشر، بس عشان ناخذ جمله مفيده باختصار. دامك انت وصلت المرحله هذه، بس دقيقه، انا ما عندي موضوع البكائيات وان اترك المايك واروح والسلوب. طيب هذا مو إجابة. اذا بتكلم معنا بواجهك مباشر، هذه ما هي اجابه. انا اتحدث. لا هو سالك. طيب. سؤال مباشر، انت شفت تهنئته للهلال على الطاوله وفي تويتر، نعم ام لا؟ والذي لا اله الا هو اني ما اتذكر. اذا حلفت بالله، الرجال انا حلفت بالله. ليش لا ليش هو ياخذها دائما؟ يعني شوف العقد النفسية والمواضيع انك تاخذها كذب. لا ليش ما تقول انه اخطا؟ لو هو مثلا اخطا انا بقول اخطا بدون ما اقول كلمة كذب، عرفت؟ فلذلك بس دقيقة هذه نقطة. النقطة الثانية، النقطة الثانية بس خلنا نكمل، خلنا نكمل. طب انا سكت، انا ما اتكلم، انا ساكت ما اتكلم. طيب النقطة الثانية، انا ما شفت تغريدته. تدري ليش انا ما شفت تغريدته؟ طيب خليني روق عمي، روق. صلي على النبي، اللهم صل على محمد. انا لما انا ابدا انا لا لما انا ما شفت تغريدته، لاني انا ما اتابع زي هم يتابعوني في السناب، يعني واصل للسناب. حارقه قلبك يا محمد، حارقه قلبك الغرزه. هذا عموما لا حارقه قلبك يا محمد، شهرين تحتري. طيب لا يكون زعلتك بس، خلاص هدي يا محمد، هدي. لا انا اللي حارق ايه. لا لا تقول كذب، لا تقول كذب. حق المسلم على المسلم انك تسالني، انا موجود. حق المسلم على المسلم انك تسالني وانا اجاوبك، اقول لك اتذكر ولا ما اتذكر. من حلف لا من حلف بالله فصدقوه يا محمد. معيبه الكلمه هذه، معيبه. طيب شكرا شكرا لله وصدقوه. نكتفي بمالك رب العالمين، بس ما ينفع معاكم الا لا تطلع المايك، لا تطلع المايك بيزعل. اخلص، يلا 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 نهدى نهدى نهدى. روق يا محمد. طيب